مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الاثاره، من انطلاقات امسيه هذه الليله، شوطنا الثامن تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه، شوطنا الثامن الخاص هنا بالجمول لابناء القبائل ضمن الاشواط العامه في هذه الامسيه التراثيه الجميله في هذا الاداء الجميل في هذه الانطلاقات المتميزه. للثمانية كيلومترات مسيرة هذا الشوط، مسيرة التحدي، مسيرة الإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نهني جميع الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الذي انتهت، سبعة أشواط انقضت، وها هو شوطنا الثامن يسير في طريقه يبحث عن أيضا آخر متميز وفائز في هذا الشوط. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. الصدارة والمقدمة هنا يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول مكلف، من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول؟ علي بن سالم بن راشد بن نشير المري. من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل؟ المركز الثاني، المركز الثاني هو المنطلق هنا الشافي. هذه اللحظات يأتينا الغزال مسفر بن علي بن سفران المري المنطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث، المركز الثالث هنا حشيم لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري. من يتواجد مع حشيم على المركز الثالث؟ المركز الرابع يأتينا هنا بهذه الانطلاقة الحاصلة، علي بن حمد بن محمد بن طفلة المري. من يتواجد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس، خامس المنطلقين والمتحديين في هذا الأداء الجميل هنا والقادم بهذه التحديات بهذه الانطلاقات، هنا يأتينا الدبلوماسي إبراهيم بن سالم بن خضر العمراني الحويطي. من ينطلق على المركز العاشر؟ هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في خمسة الأولى عفوا في هذا الانطلاق، للخمسة الأولى يا أبو شارب حاضرين في هذا الانطلاق في التحدي في الإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع مكلف الضيف القادم من دولة الكويت للمشاركة على أرضية هذا الميدان، علي بن سالم بن راشد بن نشير المري المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في المقدمة في الانطلاق والاندفاع والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بينما المركز الثاني، المركز الثاني يأتينا هنا الغزال مسفر بن علي بن سفران المري. من يأتينا على المركز الثاني هو صلاح حشيم، السلالة الصوغانية المعروفة. هنا ينطلق حشيم مع راعم طيلة، هنا سعيد بن حمد بن مبارك المهيري المنطلق مع حشيم في هذه الانطلاقة هو التحدي والإثارة هنا بهذا الأداء الجميل. بينما المركز الثالث الحاصل يأتينا على المركز الرابع، علي بن حمد بن محمد بن طفلة المري ينطلق على رابع المراكز وخامس المراكز. المركز الخامس هو القدوم في هذه اللحظات على المركز الخامس، وصل الشامخ هنا لمحمد بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي عاشق سلالة المختبر، يصل هنا مع الشامخ في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. ها هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. إذن المركز الخامس الشامخ لمحمد بن عبد الله بن محمد بن ثاني،
النعيم المنطلق على المركز الخامس، بينما المركز الرابع، المركز الرابع يتواجد الحاصل علي بن حمد بن محمد بن طفلة المري، المركز الثالث والمنطلق هنا ثالثا الغزال مسفر بن علي بن صفران المري من يأتي على المركز الثالث. المركز الثاني حشيم يتواجد على ثاني المراكز بأدائه وعرضه الجميل لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري من ينطلق هنا على المركز في هذه اللحظات الثاني، بينما المركز الأول مكلف وهو مكلف بمهمة، مكلف بفوز وبناموس هنا لأهالي دولة الكويت علي بن سالم بن راشد بن نشير المري من ينطلق في هذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة مع حشيم الماخذ الله هنا أيضا كادر بذاته هنا مع المتابعة في هذا الانطلاق. ها هو تشاهدون على قناة البدع، قناة الريان، القنوات المصاحبة لهذا النقل المميز والجميل من قناة دبي ريسنج وياس. هناك صدارة، هناك مع إذن ها هو تشاهدون مكلف بهذا الأداء، مكلف بهذه التحديات، مكلف بهذه المهمة. هنا مكلف تشاهدون على صدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، مكلف هنا المنطلق لعلي بن سالم بن راشد بن سنيد، عفوا علي بن سالم بن راشد بن نشير المري من يأتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني حشيم، على المركز الثاني سعيد بن حمد بن مبارك المهيري من يأتينا على ثاني المراكز وفي المركز الثالث. المركز الثالث هنا الحاصل على المركز الثالث في هذه اللحظات، الحاصل المنطلق هنا على ثالث المراكز للسيد علي بن محمد بن محمد بن طفلة المري وصل هنا القادم في هذه اللحظات، القادم هنا طرنشيب قدم، طرنشيب القادم لمنصور بن راشد بن منصور المنصوري مع طرنشيب على المركز الرابع في هذه اللحظات. الله يا القادم على خامس المراكز يسلم، وصل مرموق هنا بهذه الانطلاقة لسعيد بن سلطان بن مرخان الاكتبي من وصل بمرموق في هذه اللحظات إلى المركز الخامس. عينا على الصدارة، عينا على المقدمة، عينا على الفوز وعلى الناموس. هناك أسامي تتواجد أيضا بهذا الانطلاق، أسامي قوية لها وزنها، لها ثقلها، لها أيضا أداءاتها، لها إنجازاتها هنا تتواجد في هذا الانطلاق، ولكن مكلف على الصدارة، مكلف على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. علي بن سالم بن راشد بن نشير المري من يتواجد على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني يأتي حشيم لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري على ثاني المراكز والمركز الثالث. طرنشيب يأتينا على المركز الثالث، طرنشيب هنا على المركز الثالث في هذه الانطلاقة، وملقيت لمنصور بن راشد بن منصور المنصوري. أما على المركز الرابع فهنا مرموق القادم بكل قوة لسعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان لقتبي، ووصل هنا، وصل أيضا ما يهاب قادم في هذه اللحظات لما في هذه الانطلاقة العوض بن حمد الخاصوني لقتبي من يصل على المركز الخامس. الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وأسامي خلف المراكز الخمسة الأولى، لا زلت بمصر بوجود أسماء خلف المراكز الخمسة الأولى المنطلقة المتحدية في هذا الأداء الجميل. وهناك
هناك الصدارة، هناك المقدمة، المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مكلف لا زال على الصدارة، مكلف على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. مكلف هناك لعلي بن سالم بن راشد بن مشير المري ومرموق، مرموق من يتسلل، مرموق من ينطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات. هنا لسعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان لقتبي يتواجد على المركز الثاني مع ال 1500 متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. المركز الثالث، المركز الثالث ما يهاب عوض بن حمد القاصوني الاكتبي طرنشيب هناك يتواجد منصور بن راشد بن منصور المنصوري من يأتينا رابعا. وفي المركز الخامس الجذاب، 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 وصل الجذاب، وصل هنا لبريك بن طالب بن فرج بن هادي بن هليل، هنا من يصل في هذه اللحظات مع الجذاب ايضا صاحب الانجازات يتواجد في هذا الانطلاق الجميل الجميل. هناك مكلف، الله الله، الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير، مكلف مكلف علي بن سالم بن راشد بن نشير على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. ولكن الجذاب، الجذاب من وصل في هذه اللحظات يجذب المراكز، مركز تلو الآخر. الجذاب لبريك بن طالب بن فرج بن هادي بن هليل من وصل في هذه اللحظات على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني، هنا مصيح لسعيد بن حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي ومرموق، مرموق هنا القادم في هذه اللحظات لسعيد بن سلطان بن مطر بن مرحان لقتبي. ولكن هنا ها هو الجذاب، ها هو الجذاب. اشكرك يا بن هليل، اشكرك، لما لقيتك الصبح خبرتني انه الجذاب سوف يشارك في هذا الشوط، وبالفعل ها هو مشاركته، ها هي ابداعاته، ها هي انجازاته، ها هو الجذاب. دير بالك الجذاب ومرموق، مرموق قادم، مرموق قادم، الجذاب ومرموق، الجذاب ومرموق، يا سلام، الله الله، الجذاب ومرموق قادم، الجذاب صامد ومرموق قادم، الله الله، لمن الفوز، لمن الناموس، الله 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 الله، مرموق 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 مرموق، مرموق ينتزع الصدارة، ينتزع الفوز، يضيف انجاز الى انجازاته السابقة. تهانينا وناموس، سلام مرغم، سلام سلام بوابة الناموس، سلام. تهانينا لسعيد بن مطر بن سعيد بن سلطان بن مطر بن مرحان اكتبي. المركز الثاني وصل الجذاب، المركز الثاني بريك بن طالب بن فريق بن هليل طرنشيب من اتى على المركز الثالث في هذه اللحظات. ترنشيب هناك لمنصور بن راشد بن منصور المنصوري من اتانا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع كان ما يهاب، في المركز الرابع العوض بن حمد الخاصون الاكتبي، بينما المركز الخامس هناك ايضا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي، هناك ايضا شملول اعتقادي هنا من وصل هذا الانطلاق الجميل والتحدي والاثاره. مشاهدينا الكرام هنا 13 دقيقة 12 ثانية 43 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصعب المضمرين ايضا من يقف خلف هذا الشعار. تهانينا والناموس لسعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان لكتبي، تهانينا على هذا الاداء المميز والجميل. بينما المركز الثاني اتى الجذاب وقدم عرض يشكر، يشكر عليه هنا البريك بن طالب بن فرج بن هادي بن هليل المري ب 13 دقيقة 20 ثانية 68 جزء من الثانية، هو توقيت الزمني. تهانينا والناموس. أما المركز الثالث فكان من نصيب الطرنشيب من أتانا على المركز الثالث ب 13 دقيقة 24 ثانية، ثمانية من الأجزاء من الثانية، هو توقيت الزمني. تهانينا والناموس على